نرجع بقى للهيروغليف بتاعنا ونرجع لمحاضرتنا اللطيفه. هنتكلم النهارده على ادوات الاشاره. ادوات الاشاره اللي هي ده وهذا وهذه، بس بالعربي بقول هذا الرجل، بالهيروغليفي بقولها الراجل ده. خدتوا بالكم يعني ايه؟ يعني الهيروغليفي بحطها بعدين. يعني انا عندي ادوات الاشاره هتبقى مفرد مذكر، مفرد مؤنث، وعندي جمع. ده بس. طيب المفرد المذكر بلاقي عندي فيه ايه؟ بلاقي عندي كلمة بن هذا، و بف ذا، هذا وذا. لكن بالعرب بالعربي بقولها ده، بمعنى ان انا بقول فيش بن. فيش يعني كاتب، فيش بن الكاتب ده. لما حتى الاجانب بيقولوا ذي سكرايب، بحط ذي الاول. طيب المفرد دايما المفرد عندي بقلب البيت فبتبقى تن، هذه، واسف في التعبير مش المقصود بالمعنى ده خالص، تف يعني ذا. الجمع مختلفة، الجمع عندي الكلمة، بصوا ورقة النبات بطرفة واحدة بنطقها نن، والجمع بتاعها او في الشكل الثاني شايفين الاناء ده، العلامة دي اللي عاملة زي الكبشة كده او حاجة، وبعدها النو دي كده بالان اسمها نو. هؤلاء وتلك، تلك الايام، تلك الاشياء. طيب قلت ان بن وبف وتن وتف بيجي بعد، شفنا ده كويس قوي. طيب اخد مثال عليهم علشان افهم ايه الفرق. في المفرد المذكر بنوعيه يجي بعد، الجمع بيجي قبل، الجمع بيجي قبل، فاهمين حضرتك؟ طيب هستاذنكم، احنا شفنا البورد كويس، همسح البورد دلوقتي وهتبصوا معايا نشوف امثله على الكلام ده، ويا ريت الامثله اللي انا بحطها قدام حضراتكم يكون ليها عندي مراجعه، يكون ليها كلمات ان شاء الله حتى بعد اذن. يعني انا الحقيقه في اثنين او ثلاثه يمكن من تلامذتي حتى في الكليه مشكورين في سنه اولى، ودي الحاجه الغريبه، وبعض الاصدقاء قليل قوي منهم اللي فكر فكره انه يكتب الاسامي اللي احنا قلنا عليه، لكن في الحقيقه خرجت بشكل كويس قوي. طيب لو انا جيت اكتب مثلا العلامه دي، دي ادوات الكاتب اهي، فيش 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 يعني كاتب، عايز احدده كاتب مذكر، فيش بن هذا الكاتب. بص هي بالبلدي كده بالعربي الكاتب ده، بالانجليزي ذي سكرايب. هنا انا البن جت بعدي، لو عايز يبقى بعيد يبقى فيش اف، وهكذا. اذا انا لو حضراتكم خدتوا بالكم الاقرب ثم الابعد. طيب ادي الهيئه بتاعتي المذكره، هاجي الاقي عندي بالنسبه لي المفرد المؤنث، عندي الكلمه المشهوره قوي، شايفين حاجه زي الاناء ده كده اهو، عارفين حاجه زي السبت كده بتاعنا الصغير، وبعدين تحتيه الت. انا كانت بنتي قاعده تحاول تعمل الست مش عارفه تعملها الكلمه دي، كلمه حلوه قوي بالهيروغليف اسمها حمت. وانا قلت لكم المحاضره اللي في الفيديو اللي فات حمت او حمى اللي هي الحرمه، حمت تن الست دي او ذيس ليدي. هنا انا استعملت الكلمه بتاعتي.
طيب ملاحظين هنا حاجه، ممكن اشيل دي واخليها اف وخلاص تمشي الدنيا. طيب الجمع بقى، انا هنا خدت المذكر والمؤنث المفرد. الجمع عندي مثال حلو قوي المصري بيستخدمه لما جت في قصه اسمها الفلاح الفصيح وفي غيرها، لما بيتكلم على الفلاح الغلبان اللي كان ماشي والراجل وقفه وخد حاجته، فالراجل بيقول له ان الحاجه يعني بتاعت مين، فقال له الكلمه دي من، وبعدين راح راسم الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ده، انا اسف ده حمر ع و. الثلاث شرط دول، الثلاث شرط دول عند المصري يبدو الجمع المصري القديم. بصوا بقى المصري القديم لو رسم، بسم الله، لو رسم الكلمة يبقى مفردة. طيب عمل الكلمة مرتين أو رسمها بشرطتين مايلين تحتها، يعني رسم الكلمة وشرطتين مايلين يبقى المثنى، وده يعمل فيه إيه؟ يحط وي. طيب عاوز يجمعها إما إنه يكرر الكلمة ثلاث مرات أو يحط ثلاث شرط ويزود دبليو. وهناخد أمثلة دلوقتي وإحنا ماشيين. فبيقول له إيه؟ نن عاوو، نن عاوو، ان ان ايميرا بيرنيتر، الراجل المسؤول عن بيت ده. يعني ما يهمنيش الجزء الاخير كده مكتوب بسرعه كانه مش وده، لكن انا بيهمني انه المره دي ما حطش اداه الاشاره بعد، في الجمع بتيجي قبل. يعني هيقول الكلمه دي معناها ايه؟ هذه، اسف او اسف، هذه او هؤلاء الحمير، هؤلاء الحمير. حاجه بس لطيفه قوي عندنا بره الدرس بس هتبقى حاجه من الحاجات اللطيفه، كلمه ع بالمناسبه ممكن تترسم كده كمان فوق الحمار يعني. الكلمه دي بصوا بقى المصري الثراء اللغوي، ولا اعلم الارتباط جه منين. السنبوكسه دي كده اهو ع، واحط ورقه البرد تحتيها، دي ع معناها عظيم، ودي ع، بس بدل ما يحط تحتيها ورقه البرد رسم الحمار، بقت حمار. هنا الكلمه نطق واحد ع، بس ع معناها عظيم وعا معناها احمر بناء على المخصص. ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه الثراء اللغوي عن المصري القديم في التعامل مع الاشياء. طيب اذا انا عندي حاجه اسمها ادوات الاشاره، المصري عرف الاشاره الى الاشخاص والتعامل معهم بالقريب والبعيد وبالمفرد وبالجمع، ما استخدمش اداه اشاره واحده، بل ان العاميه بتاعتنا في العربي او في المصري او اللكنه بتاعتنا او اللهجه المصريه تكاد تكون هي الاقرب للامر ده. طيب بجانب ده انا باجي اقول رجل، والرجل بحط مفرد وبحط جمع وبشتغل بالمفرد والجمع بشكل كبير. كيف كان المصري يتعامل في هذا الامر؟ يعني هل المصري عرف ادوات التعريف؟ المصري عارف ادوات التعريف. دايما خلوا بالكم ان حرف البي، بي البي هو دايما بيديني المذكر، وحرف التي يديني المؤنث، وحرف الان يديني الجمع، خلينا مجمعين دي. فالمصري بيروح عامل الطائر ده، شايفين الطائر ده كده؟ الطائر ده اسمه با، ده معناه بالعربي ال، بس بعديه مفرد مذكر با سي الرجل، ادي البا ال. انا في العربي ال دي الرجل، المرأة الف لام وخلاص بتأدي الغرض، لكن في الهيروغليفي لا البا. طيب امسح بقى ده، واحط عندي عشان بتاع مش عايز توقف ليه، عايز الفيديو يخلص يسخن. الطا ال بس
افرض مهندس، اجي اقول تا العلامة دي الشريطة دي بتنطق بالهيروغليفي نتر، تا نترت، تا نترت. عارفين تا نترت اللي هي المعبودة؟ عارفين اتحولت لإيه في اليوناني؟ تانتيروس، وبالعربي دندرة، المقاطعة السادسة من مقاطعات الصعيد 8 كيلو غرب هنا. تاني حتى فهمنا، حطيت أداة التعريف تا. طيب الجمع، قلت إن الجمع بيغير لي الفكرة، قال برضو بس هنا هشتب كلمة مفرد مؤنث أو مفرد مذكر وأحط جمع، وبدل ما أحط التا دي هشتب عليها، أمال أحط إيه؟ نان. الجمع نون ألف نون، نان معناها إيه نان؟ نان، واكتب الكلمة دي ر وس، وبعدين راجل قاعد حاطط ايده قدام كده اهو، واحدة ست شيك قاعدة، وحاطين تلات شروط. نان رمث، يعني the people، الناس. ملاحظين حاجة هنا؟ أنا كتبت حرفين هيروغليفي بس، يمكن ده اللي هختم بيه النهاردة، ر وس. ملاحظين؟ ر وس، بس كتبت فيها ميم. عرفت منين إن فيها ميم؟ يعني حد جه قال لي عارفين الكلمة دي عرفنا منين إن فيها ميم؟ أدي أهمية القبطي اللي أنا بقوله لحضراتكم، كتبت كده في القبطي. دي ر، دي يوناني ر، رومي. فعرفت ان كان في مين في الهيروغليفي وقعت من اللي فقريت الكلمه رمز. انا عايز بس يا ريت المثال ده يكون قدام حضراتكم عشان يفهمني ازاي القبطي بيديني جذر الكلمه والنطق الهيروغليفي بتاعها. انا بشكركم جدا. الحضره اللي جايه هنتكلم على ضماير او صفات الملكيه.